مرحبا بي. وبيك أكش. لاباس؟ والله الحمد لله. عرفنا عليك. محمد حمدي 21 سنة، نسكن في سيد حسين. نورمالمون اتوديون، نورمالمون. علاش نورمالمون؟ خاطر كنت نقرا في زيت جندوبة وبطلت الأسباب نوعا ما اللي ما عجبتنيش في تونس. على خاطر قوة فلوس ولا الأكتاف ما عادش اللي هي تمشي معنا في تونس، هذيك الحاجة الوحيدة اللي تمشي. أنا عندي عامل عملية على القلب وعندي دوسي ميديكال اللي معناها كان فماش واحد ظالم ما يعرفش الدكتور حكيم في تونس، أقوى طبيب جراح في تونس معناها نتاع قلب. عطتني ورقة اللي أنا لازم نبقى نقرا في تونس. وقت اللي قدمت دوسي ميديكال للي زات نتاعي في جندوبة رفضوه، قال لي ما عندكش الحق وسكورك ما يخلطش ولا شنيا. أنت قبل ما تعمل عملية نجحت الباك وقتاش؟ أنا باك 2021، باك سنة. باك سنة، يعني بطلت سنة القراية؟ بطلت سنة القراية. ديريكتومون خديت اللي زيت جندوبة. هو راهو اللي فاتك أدهى. أنا كنت في إزات قبلي. هو كي تعمل ريو نورمالمون بدك تحط دوسي ميديكال، ما أنت تحط الأسباب، فهمت؟ أنا حتى دوسي ميديكال. على اساس اني بجي نقرا في تونس، فهمت؟ اخي حطوني في زاد جندوب. يعني من قبل لي قربوك الجندوب؟ يرحم والديهم، فهمت؟ قربوني برشا هم. اللي انا نورمالمون نقرا في تونس، فهمتني؟ مشيت نقرا من الاول، تشجعت شويه على خاطر ولاد صحابي، فهمت؟ جيراننا الكل يقراوا غاديك. مشيت لزاد جندوب، من بعد عندي طفل صاحبي ناجح انا وياه في نفس الباك من نفس العام. هو عنده شكون معناها في النقاب، وعنده بالرسمي عندهم برشا فلوس. هلي راني يا محمد راني ظهر لي باش ننقل من هنا ماهيش عاجبتني. قلت له مش هلي لتونس، قلت له ناجح بسبعه معدل باش نمشي لتونس، كيفاش جيت؟ فهمت يعني باش ننقل تشوف كيفاش ننقل. وفيكتيفمون معناها نقل، خاطر كي تعطي الانسان فلوس او انت نعطيك مليون تو تنساه هذا البلاصه هذه، فهمت؟ اعطاه فلوس ونقل لتونس. انا من وقتها والله ربي كنت نقرا معناها نقرا في ليزيت، وكلمني هو خاطر هو قال لي كي نقل تو نكلمك. كلمني قال لي محمد راه صحيح اعطوني لوكيب باش نهبط لتونس. ريت روحت عبيت الفاليز من الفوايي وروحت على روحي، خاطر بالرسمي حاجه. ايش صارت بالضبط؟ يمكن تو عندها شهر هكاك، شهر ونص الحكايه، فهمت؟ من اول ما بديت الرونتري يعني شهر ونص هكاك من اللي انت بطلت القرايه. صحيت، فهمت؟ بطلت وما عجبتنيش على الاخر. وريت نعطيك حاجه انت بالرسمي راهي تقهر، اللي انا عامل عمليه على القلب واللي انا مقرريني عمليه اخرى، فهمت؟ وانا ما عنديش باش نداو، ما هو خاطر بالقانون التونسي، القانون الكارثه اللي في تونس معناها خاطر انت طفل 21 سنه تخرج من الكر. هي انا اتيديون نقرا، ما خديتش كارت اتيديون باش نعدي، فهمت؟ الكارت اتيديون هذيك ما تخويش. ليش؟ هما يقول لك خاطر انت يمكن في اللي زاد تدخل فيها البريزونس، فهمت؟ وانا غايب معناها تريمستر كامله، فهمت؟ حد كيفاش تكلم يقول لك انت ماكش موجود واسمك تشطب، ما يعطيكش الوحده هذيك. وليت استكفيت بنفسي وبقيت في بحذا دارنا، فهمت؟ بحذا امي وبابا، ونخدم على روحي ونعمل فرماسه. والحمد لله يا ربي، ربي سبحانه كي سكر بابي حل الف. خرجت من القرايه اللي زدت مشيت نعمل فورماسيون كونتابيليتي. نعمل فورماسيون كونتابيليتي، من الشهر الاولاني في الفورماسيون كونتابيليتي ناخذ سيرتيفيكا في سيج كونتابل. وعندي انت اصحابي اللي قارين انا نفسر لهم، وبالرغم اني انا كنت نقرا معاهم وبطلت القرايه غاديك، معناها نتسمى ريت عرفتك جد فيها خيره. القراية ما هيش هي في اللي زاد جندوبة جملة، وديجا مت كلاس يا قبل الأخرى هي وسليان، فهمتني؟ حاجة خايبة إنه تسمع شكون بالفلوس نقلوه، وأنت يعني ظرفك الصحي لازم نقل ويقول لك لا. أختي أنا هذه حاجة خايبة على أختي، هي تونس بكلها بالفلوس، تونس ريتها كلها بالفلوس. نحكيو مثلا على اتحاد الطلبة، ما وقفوش معاك؟ انا الحق ما كنت كتيتهمش، راه الحق معناها خاطر انا من نهارتها من الفاز هذيك قلقت على الاخر وطارت لي منها على الاخر اللي زاد. اصلا انا البينومي يعني انت في البيت تفاجئ كي يروح للبيت ما فماش يعني.
طلبني بالوقت قلت له راني روحت ما عادش راجع. تحس يعني الاقوى هو اللي عنده فلوس؟ صحيح. تعرف البقاء الاقوى المثل هذاك في تونس، البقاء اللي عنده فلوس، البقاء بالرسمي اللي عنده برشا فلوس راهو يبقى. هذيك بلاد هما يديرجوا فيها عباد بالفلوس، معناها اللي تشوف فيها هذاك من كل تونس كل تتحرك بالفلوس، يعني كل شيء بالكتاف حتى في القرايه الزايده كل شيء. انت هل يعقل انا تو نخدم في بيبليونيات، معناها ريت اي حاجه تهبط كونكور اي حاجه، كان هريك جاني عبد على كونكور سيناسيس، هل يعقل دوله كامله تهبط كونكور سيناسيس لعبد واحد؟ هل يعقل؟ انت تعمل في حس وعيات على باش تهبط كونكور لعبد واحد، والعبد هذاك ديجا خذاها البلاصه راه ديجا، هي جوست يوروا اللي هما يهبطوا في دي كونكور، فهمت؟ احنا بحثنا في بوسطه في سيد حسين ريتها هي مازالت تبنيها، مازالت باش تتبني، معروفين ولد فلان ولد فلان تمشي يخدم فيه، هذه خذها قاعد، هذه بالرسمي خذها. انا عندي شكون من الفامي نتاعي يخدم في بلديه نيفو معلم ويتيماني، يخدم في بلدي البوست نتاعو يخدم مع في البلديه، ما عندهمش بوست معينه، عادي يحط تخرج مضمون، عادي تصحح بلمده، فهمت؟ اما كيف يتخلى لو خاطر هو عنده عمه ولا خاله ولا خالته خدمه غاد، تكلمت عليه تخلي انا قلت لك بوست معلم زاد كتبنت سيء فيها شكون تعينه هذاك شكون شيخ. هذيك الحاجه الخايبه في تونس. نرجع للقراية، نجمو نحكيو على نجاح بالفلوس؟ نجم تحكي على نجاح بالفلوس، نجم برشا عباد توريت انت على ذيك الفلوس، برشا عباد تقرا بالفلوس تاخذ في نيفو بالفلوس، يشري لك نيفو بالفلوس وقته اسمه ما يعرفش يكتب. نحكيو ديما على الجامعة العمومية، يعني الجامعة العمومية تنجم تمشي فيها الفلوس، أنا مشيت مع في الكام تاعي أنا مشيت مع الفلوس الجامعة العمومية، وبرشا مش كان أنا برشا. برشا عبيد فما عبيد راي بالرسمي ما عنديش يتلز انه باش يبطل ولا يبعد عليها الحكايه هذيك باش هو يمشي يشوف حل. باسكو انا معناها نقرا في كان بقيت في جندوبة هو الحمد لله واحد راهو عايش، فهمت؟ اما اسكو انا معناها اسكو باللي باش يبعثوا لنا دارنا باش نجم نوفر اني كيف باش نعيش، كيف باش نشري الدواء اللي انا عندي دواء نتاع قلب، فهمت؟ كيف باش نشريه وكيف باش نعيش غادي وكيف باش نعدي اللي انا نعدي في تونس. هذه ايزيات ماهوش ليسي ولا كي باش تغيب على بروف يقول لك تقول له راه مشيت للسبيطار نعدي عاودي الدفوار، هذا ما يعاودلكش. هذه كلمة الختام، ان شاء الله عامكم جديد طيب، وان شاء الله تونس تولي ما خير ان شاء الله، ومعاش يتحكموا فيها كالماريونات.